ماما. نعم يا حبيبي، عايز تاكل؟ لا يا حبيبتي ما استغناش، بس بصور الصوت بقى لو سمحت. ماما، اول كلمه الطفل بيقولها اول لما بيبدا يتكلم، هو الحقيقه بيعمل حاجتين، بيقول ماما وبيتفعل عمه. وبمناسبه ان احنا في عيد الام، طبعا احب اقول لكل امهات مصر كل سنه وانتم طيبين وبصحه وسعاده، ويا رب يخليكم لينا ويبارك لنا فيكم، والكلام الكليشيه الجميل اللي بنحبكم جدا والحاجات العظيمه اللي احنا بنقولها دي. بس الحقيقه احنا عندنا مشكله في اغاني الام مبدئيا كده. يعني ايه ست الحبايب يا حبيبي؟ يعني ايه؟ يعني فين المعلومه؟ ست الحبايب يا حبيبي، شاي العروسه يا شاي، جرنان الوطن يا جرنان، سيد الرجاله يا راجل، يعني حاجات عاديه جدا. عايز معلومه واحده عشان اتفاعل معاكم في الاغنيه. لا، وما وقفناش عند كده، بس في نفس الاغنيه انام وتسهري وتباتي تفكري وتصحي من الاذان. هو تقريبا كده فايزه احمد ساكنه فوق زاويه، والميكروفون متعلق في البلكونه عندهم، فوضع طبيعي ان ماما تصحى مع الاذان، يا صوت الاذان والشيخ فريد والحاجات الجميله. احنا سقف عالي جدا في الاغنيه دي، وقلنا زمان تعبتي وسهرتي وشلتي. حد يقول كده؟ حد يقول لمامته شلتي؟ ماما على فكره انت شلتي، مش متعلم الادب؟ يعني مش نبقى زي حمائي؟ حمائي من الولاد المقدرين جدا، يعني من غير ما حد يطلب منه اي حاجه بتلاقيه وهو نازل بياخد كيس الزباله معاه يجيب عيش. حمائي لما جه يغني لمامته قال لها لو تسمحي لي اعتذر لك، شايفين الادب؟ اخلاق. وقال لها انا ماشي بدعوتك ليا، سايب بطاقته في البيت وماشي بدعوه امه. يعني لو وقف في كمين بيطلع بيقول لهم دعوه امه اهي. حمائي من الناس اللي بتفوت في الكمين ما بيقفش. انغام بقى بنت امها حبتين، يعني يوم ما غنت لامها قالت ودوني عند امي، مصطفى وديني عند امي، مصطفى انا عايز اولد هناك يا مصطفى، مصطفى ما تسيبنيش هنا مش مستريح، وديني عند امي. حسين بقى، حسين الجسمي لما غنى لامه قال لك عشان كده الدنيا في كوم وامي في كوم وفي كوم امي، يعني تحس ان هو بيشتمها، انت على فكره انت في كوم امك يالا. هشام عباس بقى يعني لما جه يغني لامه بعت لها جواب قال لها امي الحبيبه من ابنك حبيبك، ما قلناش حاجه برضه. وبعد كده ساب امه خالص وبدا قال لها بقى وسلمي لي ياما على الاستاذ جلال ومحمد رزق ياما واحمد عبد السلام، وقول لهم ان راجع لام نيفين. وبعد كده قال لها امي الحبيبه. تامر حسني يا جماعه بقى قال لمامته حاجه انا شخصيا موافقه عليها جدا، قال لها بعد اللي عملتيه اعمل ايه يوم في اللي وصلتيني. خد قوي نفسك. اعمل ايه؟ مين دي؟ هيثم شاكر بقى كان ناصح، هو من الولاد الناصحه، قال لك اعمل لها تمثال اللي طيبه قلبها فوق الخيال، اعمل لها تمثال، اعمل لها هيثم، يعني لو هي بتحب التماثيل اعمل لها، بس انا متاكد مليون في المية ان انت لما هتروح هتقول لك ايه يا ابني اللي انت جايبه ده، استغفر الله العظيم، هو انت يا هيثم ما تعرفش ان التماثيل بتطرد الملائكه من البيت؟ اعمل لها تمثال دي بيتهيألي يعني كان المفروض يغنيها زاهي حواس مش انت يا هيثم. وبعدين انت ساحل نفسك ليه؟ يعني تمثال موضوع بسيط، انت كنت ممكن تجيب لها حاجه صغيره، شنطه، جزمه، انت ممكن تقول في الاغنيه كده. ما تجيب لها إزدال طرحة فوشيا وشنطة روز آخر جمال، ما تجيب لها إزدال ويا جوز شربت وجزمة أو هات بلازمة، مش تقول هعمل تمثال، قولي كل عيد أمي يا أخويا لاقيك داخلي يا بإزازة ريحة أمه ستة ملي أو عباية لونها أسود فيها ترتر إخصى عليك. طبعا مستغربين ازاي الحلقه عن اغاني الام وما جبناش سيره اغنيه الست دي امي. هو بصراحه الاغنيه دي ما كانش ينفع تتغنى هنا، الاغنيه دي كانت لازم تتغنى في الصين عشان كلهم شبه بعض. الست دي كده تقريبا امي، يعني يعني هي هي دي، لا مش دي دي. طب جيب لها إزدال شنطة بينك وجزمة روز. كله دخل في بعض. ماشي أي حاجة، يعني هو مش قرآن، ما حدش هيراجع ورانا. ما تجيب لها، أنت اتكلمت ليه؟ ما تجيب لها إزدال